أسست الحكومة في إطار المشروع القانوني المالية للسنة 22 ميزانية تقدر ب 6 مليار درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2.7 مليار ديال الدرهم، أي 64% مقارنة مع سنة 2021. وغتمحور أهم المشاريع اللي غادي يتم الإنزال ديالها. أولا، إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا التي ستخصص له هذه السنة 1.1 مليار ديال الدرهم. تأهيل 1500 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتمادات تقدر ب 500 مليون ديال الدرهم. مواصلة بناء وتأهيل 30 مركز استشفائي جهوي وإقليمي من خلال رصد 600 مليون ديال الدرهم إضافية للاعتمادات المخصصة سنويا لهذا الإجراء والمقدرة بمليار ديال الدرهم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.